بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بيكم. ده الامتحان اللي نزل الجمعة اللي فاتت. أكيد أنت طبعا عارف إن كل جمعة في امتحان بينزل على جروب التليجرام، بينزل اللينك أو بينزل ملف PDF لو أنا كاتب بإيدي. يا ريت تكون شديد الحرص على إنك ما تضيعش امتحان. حضرتك لما تاخد 4 امتحانات شهريا، يعني أنت بتطلع بكمية معلومات محترمة جدا، ما تضيعش الفرصة دي. طبعا الوحدة الأولى والثانية دلوقتي موجودين على المحتوى الخاص زي ما أنت عارف. لو في فيديو معين مش عارف توصل له اكتب لي او كلمني فون عشان اقول لك هو فين تحديدا وابعت لك اللينك. بسم الله، اول سؤال. We went shopping and some friends. احنا ذهبنا للتسوق، واكيد وقابلنا وزرنا. اكيد اللي هنا فعل ماضي برضو، لانك عارف ان and بيكون قبلها وبعدها نفس الزمن، وبالتالي and visited اللي هي number دي. الجملة الثانية، I as well as my brother. انا زي اخويا. am very keen on politics. اشمعنى ام يا مستر؟ عشان انت عارف ان as well as لما يجي قبلها فاعل زي I وبعدها فاعل زي my brother، فاحنا بنستخدم الفعل على حسب الفعل الاولاني اللي قبل as well as اللي هو I، واي بناخد معاها ام. الجمله الثانيه، being clever. طبعا النقط دي في الاول، دايما عود نفسك لما تكون نقط في الاخر كده يعني هي في الاول، حتى كل الحروف كابيتال هنا. المهم، being clever is something good. he wants to be very clever. تعال نشوف الاختيارات. المشكله هنا ان حضرتك ممكن تكون حافظ ان in spite of although because الناس دي كلها بعدها ing، بس انت واخد بالك ان دي انسبايت فلازم يكون معها اوف فاستبعدناها. التلاته دول هيبقى فيهم شك، تعال نترجم. بيقول لك ان تكون ذكيا امرا هام امرا جيدا، هو يحاول ان يكون ذكيا جدا. اكيد لان ان تكون ذكيا يبقى الاجابه هنا بيكوز. هتقول لي يا مستر مش بيكوز بعدها جمله سليمه، هقول لك اه، ما هو بينج كليفر دي الفاعل والفعل هنا عندك از وبقيه الجمله موجوده، يبقى دي جمله سليمه مش فعل مضاف له ing. طب انا ما بعرفش يا مستر احددها، اقول لك بص تعالى عند الكومه كده واقف وامسك دي كده ترجمها الحته الجزئيه اللي انا طللتها دي، تعالى نترجمها. ان تكون ذكيا امرا جيدا جمله لها معنى، وما دام لها معنى يبقى جمله سليمه. طيب الجمله اللي بعد كده، teachers carry out sample A in the laboratory. المدرسين بيجروا ايه بسيطه داخل المعمل، اكيد تجارب علميه اللي اسمها experiments اللي هي دي. which sentences are correct؟ two sentences are correct. اختار اتنين من دول صح. طبعا انت عارف ان الجمله الصح من دول اللي رقم B، هي از ا 20 يير اولد ستودنت، دي صح. طب ليه دي صح يا مستر؟ عشان انت عارف ان احنا لما نستخدم A ونجيب بعدها العمر 20 30 40 وبعدين كلمه يير اللي هي الظرف اللي هي هنا، اولد ستودنت معناها ان هو طالب عنده 20 عاما. طيب اللي هي رقم اللي بعد كده، هي از 20 ييرز اولد، دي برضه صح. احنا المفروض نختار اتنين بس للاسف الاعدادات مش متظبطه، للاسف مش متظبطه. وعلى اي حال الاجابات هنا اللي صح، هي از ا 20 يير اولد ستودنت دي صح، وهي از 20 ييرز اولد برضه دي صح. طيب ليه الاولانيه غلط؟ هي از ا 20 يير اولد لازم تذكر بعدها اسم، ما دام انت هتقول ا 20 يير اولد لازم اسم. ا 2 يير اولد، ا 5 يير اولد. طب دي غلط ليه؟ هي از ا 20 ييرز، ما ينفعش نقول ا ونجيب ييرز اسم جمع. اللي بعدها برضه ما ينفعش نقول از ا 20 يير اولد ستودنتس لانه طالب واحد مش طلاب. اذا الاجابه كده ركز معايا عشان الدرجه هتطلع ناقصه، الاجابه هنا رقم بي ورقم سي. طيب بعد كده بقول لك which sentence is not correct. ايه من دول الجمله اللي مش سليمه اللي مش صح في الجمل دي؟ اول واحده بقول لك we went on a 3 year mission in space. الجمله دي زي بالظبط a 4 year old، نفس خدها ميزان كده، a 3 year old boy نفس القصه. الخلاصه انك لما تجيب a حتى لو كان الرقم ده جمع فلازم نستخدم year مفرد. طب الجمله الثانيه on 3 years mission، الاجابه دي اللي غلط، هو عايز الاجابه الوحيده الغلط اللي هي دي. طب ليه دي غلط؟ طبيعه الحال انك انت لما تستخدم a فكل اللي بعدها بيكون اسم من غير اسات. طيب لما هنا شلنا ال a فالمفروض ان 3 دي جمع، فنقول years اللي هي y e a r s وبعدين ابوستروف في الاخر. طب لو كان 1 هنا مثلا فكان هنجيب year وبعدين ابوستروف s. يبقى ركز كده، لو الرقم ده مفرد اللي هي 3 دي لو مكتوبه 1 كنا هنجيب years زي ما هي مكتوبه كده. طب لو الرقم ده 3 المفروض ان احنا نعمل ايه؟ زي ما في الجمله دي بالظبط، لما يكون الرقم ده جمع 3 4 5 ايا كان لازم years الجمع وبعدين ابوستروفي، فدي صح. طيب الجمله الاخيره بقى a اللي هي 1 وده مفرد وبالتالي هنقول year وبعدين ابوستروف s، يبقى الاجابه رقم 2 اللي غلط. طيب I visited بورسعيد in 2002. انا زرت بورسعيد في 2002. I still remember that. ما زلت اذكر ذلك. ده معناها انك ما زلت تذكر انك فعلت. يذكر انه فعل يبقى ريمبر اي ان جي، يبقى اي ريمبر فيزيتنج بورسعيد، الاجابه دي صح. عايزك تفهم ان ريمبر اي ان جي او ريمبر تو المصدر، الفرق بين الاثنين. ريمبر واي ان جي معناها يتذكر انه فعل، طب ريمبر تو المصدر يتذكر ان يفعل، لسه يبقى يفعل في المستقبل ان شاء الله. ايه من دول صح؟ المشكله هيكون في مشكله في السؤال ده برضو. تو انسرز ار كوركت. ايه من دول صح؟ هيز لاست ستوري كيم اوت ان
2019 الجملة دي صح. ليه؟ لأن came out يعني صدرت والجملة كده مظبوطة. طب was published بتساوي came out، فدي برضو مظبوطة. لما تقول لي was came out دي ما تنفعش، كلمة came out ما تجيش في المجهول إطلاقا، هي لوحدها كده من غير مجهول معناها صدرت، ودي كمان صح. الإجابتين الغلط was came out و is coming out. طب ليه is coming غلط؟ لأن بيقول لك 2019 بتقول is، يبقى كده التالتة والرابعة دي غلط هما الاثنين، وده خطأ في إعداد السؤال للأسف، هيكون في الآخر في تقصير في الدرجة. يبقى احنا كده متفقين إن في إجابتين صح، اللي هي الأولى his last story came out اللي معناها صدرت اللي بتساوي was published، واتفقنا إن الفكرة اللي في السؤال ده إن كلمة came out ما تجيش في المجهول، وإن لما نقول 2019 ده ماضي ما نقولش is. طيب scientists hope to develop a that uses solar energy to fly، هما العلماء بيفكروا في إن هما يطوروا من إيه بتستخدم الطاقة الشمسية عشان تطير. أكيد هتطير، يبقى أكيد دي ايركرافت مركبة فضائية، لكن بايسيكل دراجة، وفلاي يطير، وشيب يعني سفينة، وشيب يعني يبحر، بالمناسبة فلاي معناها ذبابة برضه. جيست شود ليف زير ايه ان ذا هوتيل سيف، الضيوف لابد ان هم يتركوا الايه بتاعتهم في الخزنة بتاعة الفندق. اكيد انت قدامك حاجة من اتنين، اما انك تقولي فاليبل ثينجز او فاليبلز. اكيد الاجابة هنا فاليبلز. طب ما هو في فاليبل، لا ما هو انت هتقول فاليبل ثينجز، تشيل اس، زي ما كنا بنقول موبايل فونز فتبقى موبايلز. المهم هنا valuables او valuable things من غير الاس. I really enjoyed this book. It is written in a very simple style. في style هنا بس ما اعرفش راحت فين. المفروض ان احنا نختار كلمة style اللي هي دي. اللي جوه النقط دي زي ما اتفقنا في الاخر، لو النقط جات لك في الاول يعني هي في الاخر، لا في الاخر يبقى في الاول. بقول لك انا بستمتع بقراءة الكتاب ده، هو مكتوب باسلوب سهل وسلس يبقى style. The not is the person who is asked in an interview. الشخص اللي بيتسأل في الانترفيو ده المحاور اللي اسمه interviewee. امال مين الانترفيور ده اللي بيسال؟ while my mother was doing the washing up، لما امي كانت بتغسل، لما بيبي ستر اختي، اختي الصغيره، كان يعتنى بها، فده مجهول ف was being looked at. طب يكمل معانا الجمله، بينما امي كانت بتعمل الغسيل اختي كان يعتنى بها، بواسطه شخص اخر يبقى was being looked at. طيب reaching the station early علي couldn't catch the train. طبعا النقط دي في الاول زي ما اتفقنا. هقول لك وصوله للمحطه مبكرا هو لم يستطع ان يلحق بالقطار، يبقى انت عايز تقول برغم وصوله، برغم اللي هي ديسبايت. طب يا مستر مش اون بيجي بعدها اي ان جي؟ اون لو بعدها اي ان جي فده معناها بعد، فانت هنا في الجمله بتقولي برغم انه راح بدري هو ما لحقش القطار يبقى ديسبايت. They not in Luxor since 2015، هما في لوكسور منذ كذا. انت عارف ان سينس لما يكون بعدها زمن ماضي فانت عايز قبلها مضارع تام اللي هو they have lived. عادل كولد مي يسترداي، عادل اتصل بيا، هو ما اتصلش بيا منذ غادر القاهره. اقول لك على حاجه، اعتبر الجمله دي مش موجوده، اللي انا ظللتها دي اعتبرها مش موجوده، فانت قدامك سينس عايزين قبلها مضارع تام، فالمفروض نستخدم هاف وهاز والباست بارتيسيبل. حلو، بس لما يديني جمله ماضي فده معناها ان عادل اتصل بيا امبارح، قبل امبارح ما كانش اتصل بيا، فالموضوع كله بدا من امبارح وما قبله فماضي، عشان كده هناخد هاد كونتاكتد. She has been to America. This means that she there. هي راحت أمريكا ورجعت، ده معناها إن هي لم تعد هناك، يبقى is no longer there. خد بالك لو هو قال لك هنا has gone كنا هنقول she is still there. Something is wrong with his car. So he not it to the garage. في حاجة غلط في عربيته عشان كده أخذها للورشة. انتبه إن is دي مضارع، فعشان كده الناحية دي لازم يكون مضارع، فهناخد has taken. طب يا مستر مش معنى الجملة إن الشيء غلط في العربية هو أخذها، المفروض ناخد took. هقول لك took يعني أخذها، وhas taken يعني أخذها. بس بما ان في هنا اس ده مضارع يعني فلازم الناحيه الثانيه برضه تكون مضارع، فاخترنا مضارع تام وهو بيترجم ماضي. She comes she brings some presents. طبعا انت عارف النقط في الاول برضه. انت عايز تقولي وقت ما تاتي تحضر لنا بعض الهدايا. وقت ما اللي هي whenever. امال ايه whoever؟ ايما، اي شخص يعني. whatever يعني ايا ما. wherever يعني اينما. يعني اقول لك wherever you go I will catch you. اينما تذهب سامسك بك. Many people have grown up not. الفكرة بتاعت السؤال ده ان grow up بعدها بيكون الفعل دايما مضاف له ing، وده معناها تربى، وعلى كثير من الناس تربى على قراءة كتب عبد التواب يوسف، يبقى reading. My mom never allows not her mobile. انت عارف ان allow دي لها قاعدة، allow لو ذكرنا بعدها مفعول فاحنا عايزين تو المصدر، لو ذكرنا مع allow مفعول يبقى تو المصدر، طب لو ما ذكرناش مفعول يبقى الفعل مضاف له ing. امي لا تسمح باستخدام هاتفها، ما تسمحش لمين يا عم؟ ما احناش عارفين، فالمفعول مش موجود يبقى ing using. Did you decide not your goal in life؟ هل انت حددت هدفك في الحياه؟ انت عارف ان decide on يعني يحدد او يختار، لكن decide to بعد الفعل في المصدر، وdecide ذات جمله سليمه. اذا did you decide on يعني هل حددت هدفك؟ The number of people in Egypt A increasing. ركز معايا في الجمله دي، لو انت قلت لي هنا A number of people يبقى دي ناخد بعدها فعل جمع، لو قلنا The number of people يبقى فعل مفرد وبالتالي هنقول is.
جراهام بيل ذا تليفون عمل ايه في التليفون؟ جراهام بيل ده اخترعه، يبقى انفنتد. بعد كده ذا ستوريز وير ا جريت ايه اند ميد هيم فيمس، القصه او القصص كانت ناجحه. خد بالك ناجحه دي حاجه من اتنين، اما انك تقول سكسسفول او انك تقول سكسس، وانا قدامي هنا فهناخد سكسس. انتبه انك ممكن تقول ذا ستوريز وير ا جريت سكسس، ذا ستوريز وير جريتلي سكسسفول، I myself goals and plan to achieve them. أنا أضع لنفسي أهدافا وأسعى لتحقيقها. يضع لنفسه أهداف اسمها give himself goals أو give myself goals. يبقى give goals معناه يحدد أهدافا. He was married and a son and a daughter. خد بالك married to معناه متزوج من. طب married with متزوج ويعول، فأنت بتقول هو متزوج ويعول ابن وابنة. You do there is no way to persuade him. طبعا النقط في الأول، عايز اقول لك ما اي ما ايا كان اللي هتعمله ايا ما او ايا ماذا ستفعل فكده كده مش هتقنعه. اينما او ايا ما دي اسمها وات ايفر، وات ايفر يو دو يعني ايا ما كان اللي ستفعله. لكن لو قلت لك هو ايفر يو ميت يعني ايا كان الشخص اللي هتقابله، وين ايفر يو جو وقت ما تذهب، وير ايفر يو جو اينما في اي مكان تذهب. انوت از ا كومبيتيشن وير ذير ار، لما يكون في مسابقه الفرق بتتصارع مع بعضها عشان تاخد الكاس، يبقى ده اسمه تورنمنت الدوري. In an interview after the match، في مقابلة بعد المباراة، she said she was proud what she had achieved. هي قالت أنها فخورة بما فعلته. يبقى proud of، proud of، وبعدها أداة استفهام proud of والاسم أو proud to والفعل في المصدر. يجب أن نكون شاكرين لوالدينا لما قدموا لنا من تضحيات على مدى حياتهم. تعال نشوف أول جملة، we should not be thankful deposit. ليه؟ لأن هو قال لك يجب أن نكون، لكن هنا بيقول لك you shouldn't يعني لا يجب أن نكون. طب اللي بعدها we should be thank، thank يعني يشكر، احنا عايزين نقول يجب ان نكون شاكرين يبقى thankful، دي برضو باظت. we should be thankful to our parents for what they have given us of sacrifices over their lives. يبقى اجابه رقم سي اللي صح. طب رقم دي غلط ليه؟ بيقول لك we should be thankful to our parents for what they have give، المفروض تبقى have given يعني ماذا اعطونا، have هذا التصريف الثالث، يبقى رقم 3 اللي صح. من القاهره لقد اصبحت لقد اصبحت ضروره ملحه البدء في انشاء عاصمه جديده بدلا من القاهره. طبعا من القاهره في الاول دي غلط. طبعا تعال نشوف it has become غلط، it has become المفروض فدي باظت. it have لا برضه غلط، it بتاخد has ما تاخدش have، يبقى دي برضه باظت. it has become an urgent need to begin in setting up an a new capital instead of Cairo، دي صح. طب دي برضه غلط ليه؟ it has become an urgent need to begin set، begin لازم بعدها ان جي. طب دي هو قال لك هنا urgent need من غير او ان، وده غلط لان لما يكون في صفه واسم عايزين او ان، يبقى الاجابه كده رقم 3. The Egyptian monuments and museums attract millions of tourists from all over the world. We ought to exert more efforts to increase the number of tourists visiting Egypt nowadays. من اولها كده هو قال لك هنا nowadays يعني هذه الايام. في الجمله الاولانيه في الجمله دي بيقول لك لا تجذب الاثار، لما لا تجذب ازاي؟ ده قال لك تجذب اهو attract، يبقى ده غلط. التانية تجذب الآثار والمتاحف المصرية بلايين، لا ما قالش بلايين في الجملة، قال لك مليونز يعني ملايين، فدي برضه باظت. تجذب الآثار والمتاحف المصرية ملايين من السياح من جميع أنحاء العالم، ويجب أن نبذل مزيدا من الجهد لزيادة عدد السياح هذه الأيام، دي صح. الأخيرة دي كلها زيها صح برضه، بس هو في الآخر قال لك تلك الأيام يعني these days، وإحنا كده غلط لأن الإجابة رقم 3 هذه الأيام. I didn't write to my friend until I his letter. أنا لم أكتب لصديقي إلا بعد أن تلقيته، فأنا تلقيت الأول وبعدين كتبت. التلقي حدث أول فماضي تام، يبقى had received. We tennis for only a few minutes when it started raining. لاحظ بقى كده، انت قلت لي for وبعدين when، يبقى for و when في نفس الجملة، فانا عايز تام مستمر، الفعل ده زمن ماضي، فانا عايز ماضي تام مستمر، يبقى had been playing. After I not my work I watch. ركز انك انت مش مجرد ما تشوف after تجري على ماضي تام تختاره، اهدى على نفسك شوية. انت بتقول بعد ما انا انتهي من واجبي انا اشاهد التلفاز، دي عادة بتعملها، يبقى انت عايز بعد after مضارع بسيط او مضارع تام. مديني هنا افتر فين اي فينش، طب ما هو في مضارع تام اهو، بس الاي تاخد هاز يا عم، الاي تاخد هاف. بعد كده نقط في الاول برضو، هي فون داليا بيفور هي وينت تو سي هير ان لندن. خد بالك ان فون دي فعل في المصدر، فما ينفعش استخدم هاد اطلاقا، ولا ينفع استخدم هاز، لان دول عايزين تصريف ثالث، فانت عايز ديد وكان. لاحظ ان الجمله دي وينت يعني ماضي، فحضرتك عايز الجمله الاولانيه برضو ماضي، فعشان كده خدنا ديد. شي نوت ا ماجازين when suddenly somebody knocked at the door. هي كانت بتقرا في المجله، كانت تقرا يبقى was reading. I my own computer for 3 days for 3 years before. ركز for ومعاها في نفس الجمله before، يبقى انت بتفكر في تام مستمر، بس بشرط يكون الفعل ينفع يجي تام مستمر. المهم for ومعاها before وبعدها الفعل ماضي، فانت عايز ماضي تام مستمر. الاختيار اصلا ما فيهاش ماضي تام مستمر، ولو كان موجوده ما كناش خدناها. ليه؟ لان الفعل هنا يمتلك، فانت هتقول I had had. لو كان قدامك had been having ما كناش خدناها، لان الجمله دي فيها الفعل have يمتلك، ما ينفعش يجي مستمر.
Did you go out last night or you not? You were busy. Or you busy. هل ذهبت؟ هل خرجت بالأمس أم أنك كنت مشغولا؟ كنت يبقى وير. طب ليه ما ناخدش ديد أو هاف؟ هاف عايزة بعدها باست بارتيسيبل، وام واز وار دول مضارع، وإحنا بنتكلم على ديد ماضي، وديد عايزة بعدها فعل في المصدر ومفيش فعل. Tablets are becoming a popular nowadays. التابلتس يعني أصبحت أكثر وأكثر شيوعا هذه الأيام. انتبه إنك بتقول more and more less and less، فبالتالي هنقول more and more popular يعني أكثر وأكثر شيوعا. My job is a bit boring sometimes. أحيانا وظيفتي بحس إنها مملة. I'd like to do something interesting. نفسي أعمل حاجة أكثر تشويقا، يبقى more interesting، وإحنا خدنا more يعني أنت عايز تقول أكثر تشويقا من الشغلانة اللي بعملها دي. I think air pollution is not more dangerous. أنت عارف إن لما يكون في صفة أنت ممكن تستخدم much more أو a lot more a bit more a little more وهكذا وأنت قدامك a lot. طيب he is not than all of his four brothers. أنت عارف إن هو عايز يقول لك هو أطول من، في قدامك than يبقى taller than، أطول من كل إخواته. طبعا بعد كده although we are not rich، بالرغم إن إحنا مش أغنياء. My children go to not schools in the city. عيالي بيروحوا أفضل مدارس، يبقى the best schools. I'd rather not leave my bag there. أنا كنت بحب إن أنا ما أحطش شنطتي هناك. Someone might steal it. ربما إن حد ياخدها. ده معناها إن سبت الشنطة هناك وحد سرقها، ولا someone found my bag my lost bag، حد لقى الشنطة المفقودة وجابها لي، ولا shouldn't I shouldn't leave my bag there as someone might steal it. أكيد دي بقول لك إني أنا المفروض ما كنتش أسيب الشنطة لأن كان ممكن حد يسرقها. Which of the following is structurally مين في دول incorrect؟ ركز incorrect. You shouldn't smoke مظبوطة، لا يجب عليك أن تدخن. They cooked the dinner themselves برضه غلط. ليه بقى غلط؟ المفروض إنك تقول they cooked the dinner themselves مش themselves. طيب بعد كده إيه من دول is structurally incorrect برضه؟ Every student likes the teacher مظبوط، كل الطلاب بيحبوا المدرس. She is married with a dentist. خد بالك إن married with معناها متزوج ويعول، ينفع أقول لك هي متزوجة وتعول طبيب أسنان فده غلط، لكن المفروض كنا قلنا she is married to a dentist. What is the first sentence of the paragraph called؟ أول جملة في الباراجراف بنسميها إيه يا جماعة؟ التوبيك سنتنس، فالموضوع ده مكرر. اختار الجملة المناسبة، طبعا خد بالك إن الجملة الاتنين دول كانوا جايين قبل كده على منصة حدث مصر. بيقول لك I have to look for a new job. أنا لازم أدور على وظيفة تانية. إيه ممكن نكمله بعد كده؟ أنا لازم أدور على وظيفة تانية، أنا محظوظ إن أنا لسه عندي وظيفة؟ طبعا مش منطق إنك تقول لي أنا بدور على شغلانة أنا محظوظ إن عندي شغلانة، لأ. طب نشوف التانية، أنا بدور على شغلانة أصل السفر ده شيء السفر بتاعي طويل أه تنفع. طب نجرب التالتة، أنا بدور على شغلانة جديدة أصل أنا أصبح عندي طفل جديد والمرتب مش مكفي، يبقى دي برضه تنفع، يبقى بي أند سي. خلصنا كده الامتحان الحمد لله. انتبه إن إحنا كده في حاجات فوق، إحنا اخترنا إجابة واحدة بالرغم إن هما اتنين بس إحنا قلنا الإجابات الصحيحة. أتمنى الامتحان ده أنا حليته سريعا يكون مفيد بالنسبة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة يا شباب استوقفتني لما عملت رسالة الامتحان، طبعا 48 من 50، وتعالى ما اقول لك الأخطاء كانت فين. هو مش أخطاء احنا حليناهم صح، لكن الامتحان عشان مكتوب بشكل خاطئ للأسف فدول ظهروا. هنا السؤال which sentence is not correct، ايه الجملة اللي مش صح؟ دي اللي مش صح. هو هنا بيقول لك الإجابات الصحيحة اللي هم الثلاثة دول. للأسف المفروض كان يبقى إجابة السؤال أو كان يبقى صياغة السؤال ده ايه الجمل الثلاثة اللي صح، أو إن احنا نختار دي بس. المهم الجمل الثلاثة اللي صح هم دول ثلاثة صح، فالسؤال مكتوب بصيغة خطأ للأسف. في جملة تانية برضو عايز اوريها لك برضو فيها مشكلة عشان لما تحل ما تخضش. يعني الجملة دي طبعا الجملة دي اختيارها الصحيح فعلا هاد هاد، لكن هي معمولة في الاجابات غلط، وانا هعدل دي برضو ونزلها تاني. لو انت تسمعني دلوقتي على في الفيديو على اليوتيوب، طبعا الامتحان نفسه موجود في الوصف بس هيكون متعدل، يعني السؤال ده انا هعدله دلوقتي حالا بحيث يبقى صح. المهم هنا بيقول لك 4-3 years before، يبقى احنا قلنا تام حلو. طب وين زمانها ماضي ولا مضارع؟ لا ده ماضي، فبالتالي لازم يبقى ماضي، ما ينفعش ان احنا نستخدم هاف هاد، ودي اجابه خطا طبعا. الاجابه الصح فعلا هاد هاد. انا حبيت الفت انتباهك عشان ما تخضش وهعدل دول، فلو انت بتحل الامتحان اللي موجود في الوصف تحت فده الامتحان متعدل والاجابات تبقى كلها مظبوطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.